محافظة أسيوط من أكبر المحافظات اللي بتشهد تنفيذ مشروعات متعددة لتطوير القرى والنجوع ضمن مبادرة حياة كريمة، وده لتطوير طبعا الريف المصري وتوفير حياة كريمة للمواطنين. المحافظة بتشهد تنفيذ 1500 مشروع في قرى أسيوط بتكلفة وصلت 25 مليار جنيه، وده لتغطية كافة القطاعات الخدمية والتنموية. نتعرف على تفاصيل أكتر معنا عبر الهاتف المهندس محمد عادل دياب، مدير مشروعات حياة كريمة بجهاز تعمير الوادي الجديد. صباح الخير عليك يا فندم. صباح الخير يا فندم، صباح الخير يا استاذ محمد، صباح الخير يا استاذ يومانا، صباح الخير على حضراتكم جميعا وعلى الساده المشاهدين، وصباح الخير على مصر كلها. يا اهلا بيك. عايزين في البدايه نطمن على المرحله الاولى للمبادره في اسيوط، نسب الانجاز وصلت لقد ايه؟ نسب الانجاز اولا طبعا احب اوجه الشكر لقامه السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه حفظه الله على المبادره الرئيسيه لتطوير الريف المصري واللي اطلقها سيادته، وهي عباره عن الحلم اللي بيحلم بيه اهالينا في الريف المصري في جميع انحاء الجمهوريه للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والصحي للاسر الاكثر احتياجا، لاحداث تنميه شامله في تلك القرى ولتحقيق حلم الاجيال الحاليه والقادمه في حياه كريمه، حياه عصريه، واعاده مصر الحديثه وتحقيق رؤيه مصر 2030 للتنميه المستدامه. المبادره اللي هي ابهرت العالم كله، واحنا بنقول لهم تعالوا شوفوا مصر بتعمل ايه. ردنا على سؤال سيادتك بالنسبه للمرحله الاولى، احنا خلاص على وشك الانتهاء من المرحله الاولى ونسب الانجاز تخطط المخطط الزمني لها، وتم فعليا تسليم الكثير جدا من المجمعات والمشاريع على ارض الواقع، وستشهد الاسابيع القليله القادمه تسليم باقي المشروعات ان شاء الله. ان شاء الله يا فندم. طيب ايه اهم المشروعات اللي تصدرت الاولويه لتنفيذها ضمن هذه المبادره او ضمن التكلفه الماديه اللي تم تخصيصها؟ مشروعات كتير جدا مستهدفة ومخطط لها، وهي عبارة تشمل مجمعات خدمية ومجمعات زراعية ومجمعات سكنية ومراكز شباب وجميع القطاعات، وحدات صحية، نقاط اسعاف، بالإضافة لمشروعات الكهرباء والطرق ومشروعات البنية التحتية التي تسير بالتوازي مع هذه المشروعات حتى يتم الاستفادة الكاملة من جميع المشروعات في وقت واحد. طيب ايه اكتر حاجه يا فندم، يعني ايه اكتر مشروع نفذنا منه حاجه واثنين وثلاثه، لان ده كان الاحتياج بالنسبه لاهالينا هنا؟ المجمعات الخدميه طبعا، لانها بتشمل قطاعات كتيره جدا من مركز تضامن اجتماعي ومكاتب تموين ومجلس محلي والبريد ووحده محليه وشهر عقاري وسجل مدني، وكده اصبح المواطن الريفي مش محتاج ان هو ينتقل الى المدينه، لان اصبح كل هذه الخدمات جنب بيته، واخد بال حضرتك، دي اصبحت في متناول جميع المواطنين في القرى، فهو مش محتاج يروح المدينه، وده طبعا بينعكس بالايجاب على حياه المواطن الريفي في حقه في تحقيق حياه كريمه وحياه عصريه. يا فندم ايه هي المعايير واسباب اختيار وتحديد كل قريه مندرجه في المبادره بالمحافظه، وايه اسباب بتبقى الاولويه على حسب ايه؟ بيتم اختيار المعايير اللي بيتم عليها اختيار القرى اللي هي بتكون مدرجه في حياه كريمه، القرى الاكثر احتياجا، وبناء على خطه موضوعه من الدوله لاستهداف اكبر عدد قرى في المرحله الاولى للقرى الاكثر احتياجا، وباقي القرى ان شاء الله يتم استكمالها في المرحله الثانيه والثالثه على التوالي في مبادره فخامه رئيس الجمهوريه ان شاء الله باذن الله. طيب من ضمن الحاجات كمان اللي شغالين عليها في حياة كريمة هي البنية التحتية، عايزين نطمن عدد المشروعات اللي تمت في البنية التحتية وتكلفتها قد ايه؟ يعني احنا بنتكلم في اجمالي المشروعات 1500 مشروع تكلفه 25 مليار جنيه. طبعا التكلفة المشاريع البنية التحتية جميع من صرف صحي ومية وغاز كلها بتمشي على التوازي زي ما ذكرت سابقا مع جميع المشروعات، وطبعا تكلفة هائلة جدا نظرا لان كل يوم يوجد مشاريع مستهدفة جديدة ومشاريع مخطط لها، طبعا تكلفة هائلة جدا يعني. كل يوم يا فندم بيكون في مشاريع جديدة، معنى كده ان احنا حاطين خطة واحنا ماشيين بننفذ على الارض مشاريع مخطط فيها ويتم تنفيذها في المرحلة الثانية والثالثة على التوازي ان شاء الله. طيب يا فندم، يعني كل ده بيتم تنفيذه عشان يعود على المواطن، عايز اعرف من حضرتك النتائج الملموسه اللي حس بيها المواطن بالفعل واللي لسه هيحس بتغييراتها كمان بعد افتتاح هذه المشروعات. طبعا ده شيء ملموس على ارض الواقع لاهالينا في الريف المصري، وده الهدف الاساسي للمبادره الرئيسيه اللي اطلقها فخامه الرئيس حفظه الله، نوفر حياه كريمه للمواطن الريفي بحيث تبقى كل المجمعات متاحه ليه
في جميع القطاعات وجميع المجالات من مجمعات خدمية وزراعية ومراكز شباب ورياضة ونقاط الإسعاف والحدود الصحية والمجمعات السكنية. الأول كان بيحتاج يروح للمركز، إنما دلوقتي أصبح الحاجة موجودة جنبه في القرية بتاعته، وده انعكس بالإيجاب طبعا، أكيد بيقلل طبعا إن أنا أنتقل من مكان لمكان، وده بينعكس على حاجات طبعا زي الحاجات التكدس المروري والتكدس السكاني في المدينة، اللي أصبح حاليا دلوقتي المواطن يعني مش محتاج يطلع بره القرية بتاعته. عظيم. فدي حاجات ملموسة في جميع القطاعات، كهرباء وغاز ومجمعات خدمية ومجمعات زراعية وحاجات كتير جدا. عظيم جدا. طيب باشمهندس، جانب آخر من الموضوع هو توفير فرص عمل للناس في القرى اللي بتتم فيها هذه المشروعات، سواء توفير فرص عمل في مسألة الإنشاءات والبناء من عمال بناء وخلاف ومهندسين من نفس المنطقة اللي احنا بنعمل فيها هذا المشروع، أو فرص عمل للتشغيل، لتشغيل المشروع بعد الانتهاء منه. طبعا بالتأكيد، بالتأكيد ده بناء على توجيهات فخامة رئيس الجمهورية بتوفير فرص عمل للشباب وجميع على كافة المستويات بالقرى المستهدفة ذاتها، يعني جميع المشاريع يتم تنفيذها بسواعد وأيدي أبناء القرية من خلال الشركات المحلية وصغار المقاولين من ذات القرية نفسها، وده كان من ضمن الأهداف المبادرة الرئيسية، وده اللي موجود وملموس على أرض الواقع. طيب يا فندم، هل تم البدء في أعمال المرحلة الثانية ولا لسه قيد التنفيذ؟ المرحلة الثانية جرى الاستعداد والترتيب للمرحلة الثانية، زي ما احنا شغالين على قدم الوساق في المرحلة الأولى لتوفير حياة كريمة على مستوى عالي، والمرحلة الثانية على وشك البدء قريبا إن شاء الله. أنا أحب أذكر إن المشاريع فعلا اللي شغالة في المرحلة الأولى إن دي معظمها بيتم تنفيذها من خلال الجهاز المركزي للتعمير، أحد أركان وزارة الإسكان الذي أتشرف أن أعمل تحت مظلته. كل شكر لك يا فندم المهندس محمد عادل. بزيادتك طبعا بالإضافة لأن كل جهات الجمهورية بتتكاتف لإخراج المشروع في أفضل مستوى بتوجيهات معالي السيد رئيس الجمهورية ومعاون جميع الجهات والوزارات في جميع القطاعات لتنفيذ المرحلة الأولى على أعلى مستوى، وتعليمات معالي دولة رئيس الوزراء والسيدة الأستاذ الدكتور وزير الإسكان والسيد اللواء الوزير المحافظ والسيدة اللواء أركان حرب ومهندس رئيس الجهاز المركزي للتعمير والسيد اللواء مهندس رئيس جهاز تعمير الوادي الجديد. أتوجه لحضراتكم جميعا وكل من شارك في هذا العمل القومي بالشكر على الدعم المستمر وتسديد العقبة. نشكر حضرتك يا فندم المهندس محمد عادل دياب، مدير مشروعات حياة كريمة بجهاز تعمير الوادي الجديد، شكرا جزيلا ليك.